الجمال يرى والحب مختزلا مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مكتملا مكتملا يا عاشق اللي جناك الحلو قد قتلا يا ديبي يا قلب حنايا الروح والقبلة مساء الخير مشاهدينا أزل فلاون، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موطني. عندنا قضايا كثيرة اليوم في حلقة هذا المساء، وأيضا سنوصل صوت بعض المواطنين في فقرات عديدة في هذه الحلقة. أهلا بكم جديد في موطني مشاهدينا. الحاجة إلى 170 مدرسة بديلة لمدارس الصفيح كما وصفها وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المكريف، وذلك لتغطية النقص الكبير في المباني والمدارس المتضررة في مناطق جنوب طرابلس، منها عين زارة، العزيزية، السواني وأيضا تجورة، وكذلك في مدن بن وليد ومصراتة. تصريح المكريف جاء خلال اجتماع برئاسة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رمضان بجناح بحضور وكلاء الوزارة وعدد من مدراء المصالح والهيئات والإدارات والمكاتب بالوزارة، وذلك بحسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الاثنين. المكريف أيضا أكد اهتمامه بملف صيانة المدارس كونه الحل الجذري للاكتظاظ الطلابي في عدد كبير من المؤسسات التعليمية وخاصة في الجنوب الليبي والتي باتت غير قادرة على استيعاب الطلاب، حيث تناول أيضا جهود الوزارة في إطلاق مشروع التعليم الإلكتروني، وأشاد أيضا بما بذلته لجنة الخبراء المشكلة بالخصوص، مشددا على أن التعليم الإلكتروني هو أساس العملية التعليمية خلال هذه الأيام. وأضاف أيضا أن الوزارة بصدد إفاد 120 معلم حاسب آلي لتلقي تدريبات في تونس ومصر ضمن دورات تأهيل تتكفل بها الدولتين دون أي نفقات ستكون على الدولة الليبية. عبر الهاتف مشاهدينا ينضم إلينا من العاصمة طرابلس سيد موسى المكريف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. معالي الوزير مساء الخير وشكرا لوجودك معنا اليوم في موطني. مساء الخير لك ولكل العاملين بقناتكم الموقرة ولكل المتتبعين. شكرا لك لتلبية الدعوة معالي الوزير. يعني خلينا نبدأ معك من آخر تصريحاتك بخصوص مدارس الصفيح وأيضا الاكتظاظ الطلابي اللي صاير في عدد كبير من المؤسسات التعليمية سواء في الدول اللي ذكرتها قبل قليل في تصريحك وأيضا حتى في المدن الجنوبية، يعني أزمة المؤسسات التعليمية المباني بالتحديد ما زالت مستمرة لسنوات، شنو الخطة اللي وضعتوها إلى حد الآن ومتى ستبدأون بالعمل فيها؟ طبعا لا يخفى على الجميع أن الدولة الليبية منذ نهاية الثمانينات لم يتم إنشاء أي مؤسسة تعليمية، ونتيجة تزايد أعداد الطلاب العدد الكبير لأعداد الطلاب بالدولة الليبية الذي يصل إلى 2.5 مليون طالب موزعين على كامل الرقعة الجغرافية، وعدد المؤسسات التعليمية في الدولة الليبية يصل إلى 5000 مؤسسة على مختلف مراحل مستوى التعليم المختلفة من الابتدائي إلى الثانوي. أيضا لا شك ولا يخفى على الجميع أن قطاع التربية والتعليم يمس كل مواطن ليبي وكل بيت ليبي، ويفترض أن يصل إلى كل قرية ليبية. في هذا الإطار حقيقة نحن يعني درنا مسح شامل لكل المؤسسات التعليمية داخل ليبيا، وهناك حقيقة اكتظاظ داخل المدارس يصل إلى عدد الطلاب إلى 50 طالب داخل الفصل عندما تكون الدراسة بالصورة الابتدائية وبشكل يومي، وهذا حقيقة يتطلب خطة شاملة وكاملة من قبل الحكومة لوضع خطة إنشاء لمؤسسات جديدة يتم من خلالها التغلب على الاكتظاظ الموجود داخل الفصول الدراسية والذي أصبح الآن حقيقة يشكل عائق أمام مسيرة العملية التعليمية داخل المؤسسات الليبية. نعم. في هذا الإطار حقيقة تم عقد اجتماعات مع جهات تنمية وتطوير المراكز الإدارية ولوضع حقيقة بعض حالة الاختناقات ببعض المناطق، ولكن هذا حقيقة يأتي على المدى
القريب وحل جزئي وليس حل كامل. نتمنى يعني في اللاحق في خطة ميزانية 2022 أن يوضع تطور كامل في حل هذه الإشكاليات، وضع خطة شاملة على مستوى ليبيا لبناء مدارس تدريجية تلبي العملية التعليمية وتلبي احتياجات طلابنا في مختلف الدولة الليبية. في الوقت الحالي هل عندكم أي خطة ولو كانت طارئة أو حلول بديلة يعني عشان العملية التعليمية تستمر في الوقت الحالي، خاصة العام الدراسي بدأ بالفعل مع مدارس الصفيح؟ هل في أي أمور أو خطط تلفيقية؟ وفق الإمكانيات المتاحة إلينا ووفق ما تم اعتماده من 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 ميزانية، وضعنا خطة صيانة بسيطة حقيقة لجل لبعض المؤسسات، واستهدفنا عدد بسيط من المؤسسات التعليمية على مستوى ليبيا، يصل حوالي إلى عدد 150 مؤسسة تعليمية داخل ليبيا، بصيانة مستعجلة وصيانة بسيطة لمحاولة من الوزارة لسد بعض الاختناقات وحلحلة بعض المشاكل داخل بعض المراقبات. وزي ما ذكرت بداية الحديث، حقيقة هذا غير كافي، يعني نحتاج إلى الكثير والكثير، نحتاج إلى ميزانية لربما تقدر بالمليارات لصالح قطاع التربية والتعليم لحلحلة مثل هذه المشاكل. ونتمنى يعني كل السلطات تتعاون في هذا الإطار من السلطات التنفيذية وسلطات تشريعية، يتم وضع آلية واضحة واعتماد ميزانية طوارئ حقيقة ما نحتاجه تقدر بالمليارات لصالح العملية التعليمية ولصالح المؤسسات التعليمية، لإنشاء مباني جديدة لما توسع أيضا في أعداد الطلاب، وأيضا لتعرض بعض المؤسسات إلى الأضرار نتيجة الحرب التي كانت في ليبيا منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا، أدى إلى تهالك العديد من المؤسسات التعليمية وخروجها يعني من خارج القطاع التربية والتعليم، وأصبحت مهجورة وغير صالحة لأداء العملية التعليمية أو لوجود طلاب بها. نعم، فيما يخص مشروع التعليم الإلكتروني معالي الوزير، هل من تطورات بخصوص مشروع التعليم الإلكتروني، خاصة وأن يعني مرحلة كورونا والجائحة اللي عايشين فيها حاليا في ليبيا ما زالت مستمرة، وهناك توقعات للموجة الرابعة أن تصل إلى ليبيا أيضا، خاصة مع انتشار المتحور أوميكرون، هل هناك أي خطط استعجالية لإطلاق المشروع التعليم الإلكتروني أم أنكم بدأتم بالفعل بهذا الأمر؟ وأيضا هل تنوي وزارة التعليم في حالة دخول ليبيا في الموجة الرابعة أن تغلق المدارس ويكون التعليم بالكامل إلكترونيا، أم ستستمر بشكل أبسط؟ حقيقة وزارة التربية والتعليم ولأول مرة يعني حقيقة ولأول مرة شكلت لجنة متخصصة في مجال التعليم الإلكتروني مواكبة لما حصل من تطور، وعلى وجه الخصوص بعد جائحة كورونا أصبحت الضرورة ملحة حقيقة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. هذه اللجنة حقيقة مباشرة عملها مع الجهات المختصة، وبإذن الله تعالى سوف ينطلق التعليم الإلكتروني عما قريب داخل المؤسسات الليبية، وبالتعاون مع الشركة القابضة وهيئة الاتصالات حقيقة التي نقدم لها كل الشكر والتحية عبر قناتكم الموقرة. بإذن الله تعالى نعد طلابنا ونعد كل المؤسسات التعليمية بأن هناك نقلة نوعية بإذن الله تعالى سوف تنطلق قريبا في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية. نعم، يعني هل هناك خطة لإطلاق هذا المشروع أم أنكم تجهزون له؟ يعني كيف سيكون شكل هذا المشروع بالتحديد؟ هل لك أي عندك أي معلومات بهذا الخصوص مع الوزير أو لا؟ هناك خطة والعمل جاري حقيقة، وسوف يتم إطلاق هذا المشروع في شهر ديسمبر بإذن الله تعالى، ويتم بإذن الله تعالى إطلاقه بشكل كامل، وسوف يعلن عليه حقيقة في حينها بكل تفاصيلها وبكل بحو هذه الخطة. وأيضا الخطة بدأت في العمل حقيقة، وسوف يطلق عليها تطلق هذه الخطة بإذن الله تعالى بما تحتاج العملية التعليمية. نعم، أشكرك جزيل الشكر معالي وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة سيد موسى المقريف، شكرا لك معالي الوزير لوجودك معي اليوم في موطني.
إذا مشاهدينا، كما ذكر معالي الوزير التربية والتعليم بخصوص إطلاق مشروع التعليم الإلكتروني سيبدأ مع نهاية العام الجاري. حتى الآن الوزارة لا تزال تدرس إمكانية إغلاق المدارس من عدمه خلال، يعني إذا ما بالفعل دخلت ليبيا في الموجة الرابعة من انتشار وباء كورونا خاصة مع المتحور أوميكرون. أضاف أيضا حاجة الوزارة لميزانية تكون مخصصة، يعني ولو سماح حتى بميزانية الطوارئ بأن تكون أو تخصص لصيانة المؤسسات التعليمية في ليبيا، والتي يبلغ عددها 5000 مؤسسة تعليمية و 170 مدرسة بالتحديد ذكرها في تصريحات سابقة لإنهاء أزمة مدارس الصفيحة التي تعاني منها بلديات عديدة سواء في المنطقة الغربية أو بشكل أكبر في المنطقة الجنوبية ومدن الجنوب الليبي. هل ستتمكن وزارة التربية والتعليم من تحقيق كل هذه الخطط وكل هذه المقترحات فلنقل؟ بلا شك يعني الوقت ضيق جدا لوزارة التربية والتعليم بأن تقوم بكل هذه المشاريع، فالتحدي الأكبر سيكون بلا شك في يد الحكومة المقبلة بعد انتخابات 24 من ديسمبر. نتمنى بكل تأكيد أن يتم حلحلة هذه الأزمات التي تعاني منها المنظومة التعليمية بشكل عام. إلى بلدية مشاهدينا في حلقة هذا اليوم من موطني، حيث أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إطلاق منظومة المشاريع ذات الطابع المحلي بشكل رسمي، وهذا ضمن مشاريع برنامج التحول الرقمي بالوزارة. جاء ذلك بحضور مستشار الوزارة للشؤون المالية والاقتصادية، أيضا مدير مكتب التنمية المكانية والمشروعات ومدير برنامج التحول الرقمي بالوزارة، إضافة لعدد من عمداء البلديات والذين حضروا بشكل شخصي وبعضهم حضر عبر تطبيق زوم. وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة الحكم المحلي، فهذه المنظومة تهدف لتحسين مستوى عمل مكاتب المشروعات بالبلديات وتسهيل عملية المتابعة لمراحل الإنجاز، إضافة لتقليص التعامل الورقي. البيان أيضا أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي نحو التأسيس للحوكمة الإلكترونية إن صح التعبير. وأيضا الحكم المحلي أطلقت هذه المنظومة بعد أشهر من العمل على هذا المشروع، إضافة لمشروعها الرئيسي وهو إنهاء المركزية في البلاد. المتحدث باسم وزارة الحكم المحلي سيد محمد بوحلقة معنا عبر الهاتف. سيد بوحلقة مساء الخير وشكرا لوجودك معنا اليوم في موطني. مساء النور سيد حمان، بارك الله فيكم وتبارك على ضيافتنا في البرنامج. ألف مبروك على انطلاق هذا المشروع، يعني بلا شك اشتغلتوا عليه لكم أشهر، فبالتالي إطلاق هذه المنظومة وإطلاق هذا المشروع يعتبر إنجاز كبير جدا يحسب لكم في وزارة الحكم المحلي وأيضا يحسب للبلديات بشكل إيجابي. لو تعطينا نبذة عن المشروع سيد بوحلقة، وأيضا يعني تضع المشاهد وتضع بلديات ليبيا في صورة ما استفادتهم من هذه المنظومة وكيف ستعملون عليها في المستقبل. بالتأكيد ممكن في زمان أنت متابع معنا من البدايات وقلنا والحقيقة أنت وفيت بالوعد اللي طاطة من البداية، من تحكم متابعة معنا كل ما يمكن أن يحدث أو كل ما يتم تقديمه خلال من خلال وزارة الحكم المحلي. من أول المستهدفات كانت اللي هي التوجه إلى الميكنة وتوجه إلى استخدام التقنية في الإدارة بشكل عام، وإحنا حطينا مبدأ أن لما يكون في إن صانع القرار والفريق الفني يكونوا مؤمنين بالتحول الى التقنيه واستخدام التكنولوجيا ممكن ان يتحقق الانجاز هذا. احنا بدينا فعليا الانتقال من مرحله ميكنه وزاره الحكم المحلي واللي بدينا نشتغل فيها بشكل كامل الى دعم البلديات في التحول الرقمي. اول انطلاق تعتبر من اول المشروعات او البرامج الرئيسيه اللي هي منصه مشروعات التنميه ذات الطابع المحلي. المنصه هذه حتكون منصه شامله بالكامل داخل كل بلدية عندها المنصة الخاصة
يجمع فيها كل المشروعات، قاعدة بيانات متكاملة لكل المشروعات اللي قاعدة تتنفذ، المشروعات اللي تم تنفيذها، المشروعات اللي قاعدة مقدمة ومطلوب إن هي تتنفذ، حيكون فيها كذلك تفصيل إن المشروع هذا هل يتبع من ميزانية البلدية، لا هو يتنفذ داخل البلدية لكن تنفذ فيه مؤسسة أخرى زي الإسكان والمرافق أو تنفذ فيه جهات ثانية، لكن هو داخل نطاق البلدية باش تحط البلدية في اعتباراتها. كذلك المنصة هذه حيكون فيها تسجيل لكل الشركات اللي مسجلة داخل البلدية، كل المكاتب الاستشارية، شنو المستخلصات اللي عندها، الوضع المالي، شنو مازال يبقوا من مصروفات وغيرها، حتبان فيها حتى الديون وحتبان فيها حتى الإمكانية من الميزانيات التقديرية للعام القادم. كذلك عندنا فيها الميزة الثانية إن قاعدة البيانات هي حتسمح للبلدية في وضع تطور للتنمية خلال التنمية خلال مثلا نقوله العام القادم، لما بتحط خطة حتحطها بناء على بيانات حقيقية وفعلية موجودة على الواقع. احنا نعرفه معاش مش هيكون الخطة بناء على تقديرات، لا احنا نتكلموا تجميع البيانات بشكل صحيح، حيسمح ان حتى التخطيط يكون بشكل صحيح، حيعطي حتى نوع من الشفافية. المنصة هذه حيكون فيها واجهة خاصة للمواطن حتى هو يقدر يشوف قداش في مشروع داخل بلديته، من ينفذ المشاريع عادية، أنت الزمن بتاع الانتهاء بتاعها. فهنا حنساعده حتى في موضوع الشفافية، فأعتقد أنها هي حتساعد كذلك حتى وزارة الحكم المحلي، لأن هي حتكون جامعة لكل المعلومات هذه للدفاع على البلديات ودعمها في أن هي ممكن نوفروا لها دعم وتمويل سواء كان من الدولة ومن الحكومة أو حتى من المنظمات الدولية. فأعتقد أن احنا هذه خطوة ممتازة جدا في وضع قاعدة صحيحة في المجال. هو أصبحت الآن منظومة متاحة لكل البلديات صح؟ ومتاحة للجمهور أو فقط للأجهزة الرسمية والجهات الرسمية سيب حلقة؟ كذلك كل يعني احنا النظام أو المنصة هذه هي مجموعة من الواجهات، نقوله كل واحد عنده صلاحيات معينة في استخدامها. البلدية كل بلدية ليبيا حاليا تقدر تستخدم المنظومة هذه، حيكون لها نقوله يعني مستخدمين حينعطى لهم الصلاحيات للدخول في، حتى المؤسسات الأخرى اللي هي حتشتغل داخل البلديات هي حينعطى لها أسس وحينعطى لها صلاحية الدخول لأنها تنزل مشاريعها، والبلدية حيكون لها كذلك نوع معين من الصلاحيات أنها هي تقدر طبعا أكبر لأنها هي المسؤولة الفعلية. فكل بلدية ليبيا قادرة أن تدخل، كل المؤسسات الشريكة والجهات اللي تشتغل في برامج التنمية حيكون لها صلاحية الدخول والإضافة، كلهم بحسب وظيفته أو بحسب الدور اللي هو يلعب في موضوع التنمية. نعم، كل التوفيق لكم في هذه المنظومة بلا شك سيد بوحلقة، وحنستغل فرصة وجودك معنا اليوم في موطني. حنسألك بخصوص مشروع إنهاء المركزية في البلاد، هل من تطورات في هذا المشروع؟ هل استمرت في العمل فيه؟ هل في تطورات فيما يخص نقل اختصاصات للبلديات أم أن مازال يعني قيد العمل؟ مستمرين إلى يعني اليوم أمس في مجموعة من القرارات صدرت، أبدأ بقرار ممكن هذا آخر قرار صدر إلى يوم أمس، نقل موظفين مكاتب الى مكتب ترخيص. سيد محمد ما سمعتش الجزئيه اللي ذكرتها، ذكرت مكاتب والصوت قطع للاسف. قلت لك يعني الى يوم الامس في قرارات صدرت، قرارات نقل الموظفين، قرارات نقل لوصول ومشروعات، مستمر الى اخر شيء يعني مكتب ترخيص طرابلس تم نقله الى بلديه طرابلس المركز، فمستمرين. كذلك في مجموعه من قرارات التعيين صدرت لموظفين شركات الخدمات، كما أكدنا أعتقد في أول مداخلة لنا بالخصوص هذا، في مجموعة حوالي من 11 إلى 12 قرار تعيين لحوالي 1000 موظف أو 1000 وكسر موظف يعني بالتحديد، هذا تم تعيينهم في البلديات بحسب الكشوفات اللي حلفنا من البلديات. فمستمرين يعني في المشروع هذا، وبالعكس في يعني كل يوم محققين فيه تقدم إن شاء الله أفضل. بالتوفيق. كان لكم من حوالي تقريبا 4 أو 5 أيام كان انطلاق ورش العمل اللي نظمتها البعثة الأممية لدعم البلديات المنتخبة حديثا، وأيضا كان في يعني ورش عمل إضافة لتجهيز البلديات المنتخبة حديثا وأيضا تجهيز للانتخابات القادمة. هل في تطورات فيما يخص ملف انتخابات البلديات التي لم تقم بإجراء الانتخابات السابقة
هل في تنسيق بينكم وبين المفاوضين بخصوص ام ان الامر مؤجل الى 2022 بلا شك؟ طبعا انت لازم تعرف ان المفوضيه العليا بتاع الانتخابات الرئيسيه والنيابيه مفصوله عن اللجنه المركزيه بتاع الانتخابات البلديه، فهم جسمين مفصولين عن بعضهم. احنا التنسيق مع اللجنه المركزيه لانتخابات المجالس البلديه. تمام. فطبعا من شهر اللي فات تم تشكيل اعاده تشكيل اللجنه وتوحيدها. طبعا هي كانت مقسمه ما بين المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه سابقا، وهذه واحده من الانجازات اللي صارت أن تم توحيد اللجنة هذه وأصبحت لجنة واحدة على مستوى ليبيا، ومباشرة اللجنة هذه بدأت تمارس مهامها تحديد البلديات اللي هي حاليا قادرة أن هي تخش للانتخابات بمعايير طبعا هي موجودة عندها. وأعتقد أن قريبا حيتم الإعلان على مجموعة من البلديات هي جاهزة أن تدخل إلى الانتخابات وتمارس دورها في الانتقال السلمي للسلطة إن شاء الله. شكرا لك سيد محمد بوحلقة المتحدث باسم وزارة الحكم المحلي لوجودك معنا اليوم في موطني، وشكرا جزيلا لك لتعاونك معنا بشكل عام في برنامج موطني وايضا في مشاريع الوزارة. شكرا لك سيد محمد. ايضا في بلدية اليوم مشاهدينا قرار جديد لوزارة المواصلات يحمل رقم 727 لعام 2021. هذا القرار منح الاذن بطرح مشروعات مناقصة محدودة في بلدية الجفرة بعد ان تقدم عميد بلدية الجفرة السيد سعيد غرينغو بمقترحات لتعاقد على انشاء طرق زراعية في مختلف مناطق البلدية. القرار يمنح الاذن للبلدية بانشاء وتنفيذ 10 مشاريع في مجال الطرق بمنطقة الجفرة، إضافة والتي من ضمنها عفوا الطريق المزدوج سكنة ودان، وأيضا صيانة طريق ودان زلة، وكذلك الطرق الداخلية والزراعية بكافة المناطق والتي سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة. طبعا مشاهدينا يعني هذا القرار جاء في وقت تشهد عدد كبير من بلديات ليبيا نشاطات وأيضا انطلاق عجلة المشاريع وإعادة الإعمار في البلديات. يعني خلال اليومين الماضيات شفنا بلدية حي الأندلس بالجمعة بوسليم في المنطقة الغربية بشرت بالفعل بالعمل على إعادة يعني تشغيل الشركات العاملة على صيانة المدن المباني المدمرة، إضافة لانطلاق مشاريع إعادة الإعمار. على العموم مشاهدينا ينضم معنا السيد محمد الأنصاري مدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي الجفرة. مساء الخير سيد الأنصاري. أهلا وسهلا، مساء الخير لجميع المشاهدين. نعم. شكرا لوجودك معنا اليوم في موطني سيد الأنصاري. لو تحطنا في الصورة بشكل عام على نشاطات البلدية فيما يخص المشاريع، عدد المشاريع اللي بشرته في العمل فيها إضافة لقرار وزارة المواصلات الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تشهد بلدة جفرة هذه الأيام حملة واسعة في مشاريع المياه والصرف الصحي. تم التعاقد على عدد 14 مشروع في مجال المياه والصرف الصحي. نعم. من بين المشاريع توصيل خطوط مياه وخطوط وتنظيف خطوط مياه الصرف الصحي وحفر بئر في منطقة سوكنة. نعم في الاستماع سيد محمد. أما ما يخص قرار وزارة المواصلات فقرار واضح بالإذن بالتعاقد على عدد من المشاريع في مجال الطرق. هل تم صرف ميزانية هذا المشروع؟ هل حددتم موعد محدد يعني معين لانطلاق العمل بشكل حقيقي أم أن الأمر مازال قريبا فقط؟ يعني هل الوزارة بالفعل أصدرت القرار وقامت ب يعني إتمام باقي الإجراءات الإدارية والمالية أم مازال العمل جاري عليها؟ للآن لم يصل لنا إلا القرار اللي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. نعم، يعني بصفتك مدير مكتب المشروعات، مدى جدية الوزارة في الوفاء بوعودها فيما يخص هذه المشاريع؟ يعني هل قدمت وعود في السابق ولم تفي بها كباقي الحكومات، أم أن بالفعل يعني الوزارة يعني تشتغل ببنية صادقة وتقوم بالعمل على إيصال الميزانية لكم وإتمام باقي الإجراءات الإدارية؟ نحن كبلدية الجفرة نتمنى أن وزارة المواصلات تفي بوعودها في القرارات التي تم إصدارها من طرفهم، وللآن يعني ما فيش أي قرار
السابق يعني. هذا أول قرار يصدر لصالح بلدية جفرة. نعم، فيما يخص بلدية جفرة بشكل عام، فيما يخص المشاريع، هل تحتاجون إلى شيء؟ هل الحكومة مقصرة معكم في شيء؟ هل الحكومة وفت بالوعود السابقة؟ أم أن يعني المشاريع ماشية بشكل منتظم وتملكون الميزانية، تم صرف الميزانية لكم؟ بلدية الجفرة تحتاج إلى إعادة تأهيل مثلها مثل بقية البلديات في ليبيا، خاصة في مجال الطرق، مجال الكهرباء، مجال المياه والصرف الصحي. لم تتحصل بلدية جفرة على أي ميزانيات إلا السنة هذه، تحصلت على عهدة تعتبر ضئيلة جدا يعني، إلا القيمة اللي حصلت الجفرة مقارنة بالمشاكل اللي تعانيها المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد أنصاري، مدير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي الجفرة، لوجودك معنا اليوم في موطن. إذا مشاهدينا، كما ذكر سيد الأنصاري أن بلدية الجفرة ما زالت تعاني بلا شك كبقية البلديات، يعني ماذا بينا نحن غير مصطلح تعاني إلى حد ما في الأيام هذه، خاصة وأن بالفعل يعني في شغل قاعد ينذار على أرض الواقع، في بلديات قاعدة بالفعل تنتقل إلى مرحلة التنفيذ في عدد من المشاريع، سواء كان في إعادة الإعمار أو حتى في صيانة ما دمر من قبل أو ما يحتاج للصيانة وإعادة تفعيله بشكل عام. فنتمنى بكل تأكيد أن نشهد يعني نهضة حقيقية في بلديات ليبيا، وخاصة في بلديات الجنوب التي هُمشت لسنوات عديدة. مدينة درنة تعيش وكل ليبيا حقيقة خلال هذه الأيام على وقع حادثة اختفاء الطفل عبد الفتاح غيظان. عبد الفتاح غيظان يبلغ من العمر 9 سنوات، اختفى قبل أيام، بالتحديد 5 أيام، الجمعة الماضية في منطقة كرسة، وهي الحادثة التي شغلت بال الليبيين بشكل عام ووحدت وجهتهم في سباق مع الزمن لإيجاد الطفل عبد الفتاح. نتابع. لا شيء يوحد الناس في كل الأوقات كالأزمات، وإذا كانت الأخبار قد نقلت إلينا قبيل أيام فرحة ليبيا عامة ومدينة الكفرة خاصة بالعثور على الأسرة التائهة في الصحراء بعد أيام من فقدانها، فإن الحزن والترقب ما زال يخيم على مدينة الصحابة التي يسابق أهلها الوقت للوصول إلى الطفل عبد الفتاح غيظان ذي 9 سنوات الذي اختفى قبل 4 أيام في كرسة في منطقة محصورة ما بين الجبل والبحر. هي الحادثة التي تفاعل معها كل الليبيين وانتشرت صوره التي تتجسد فيها كل معاني البراءة والحزن العميق في كل الأرجاء. ما أن انتشر خبر ضياع الطفل حتى خرج الجميع في درنة، عسكريين ومدنيين، على الأرض في الغابات والوديان أو في السماء عبر المروحيات لتمشيط المنطقة التي اختفى فيها الطفل، مدفوعين بالحيطة والحذر نظراً لأن الطفل من أطفال التوحد، وهو ما يجعله يخاف من كل غريب ولا يستجيب لأي قادم. تتوالى الأيام ومع كل لحظة يزداد الخوف على مستقبل الطفل الذي لم يعثر له على أثر سوى حذائه الذي تركه عند شاطئ البحر، وهو ما زاد من القلق على مصيره وجعل أفراد فرق الغوص يشاركون في حملة البحث التي قادها الكشافة والهلال الأحمر، وشارك فيها كل أهالي المنطقة في بادرة تحمد ولا تستغرب. فإن لم يوحدنا ضياع طفل يعاني الوحدة والتوحد، فمتى نتحد؟ عبر الهاتف مشاهدينا ينضم على السيد سالم النعاس، مدير مكتب الإعلام بهيئة الهلال الأحمر في مدينة درنة. سيد سالم، مساء الخير وشكرا لوجودك معنا اليوم في موطن. خير أستاذي، مساء الخير أستاذي العزيز، وأنت مساء إن شاء الله، وشكرا لكم. الشكر صراحة لكم سيد سالم. الهلال الأحمر بشكل عام إضافة لكل من يعني انتفض وهب لمحاولة إيجاد الطفل عبد الفتاح، يعني لو تحطنا في الصورة آخر تطورات اللي عندكم، هل حاولتوا تقفي أثر عبد الفتاح؟ هل يعني عرفتوا اللي صار مع عبد الفتاح؟ يعني شو القصة اللي صايرة؟ توضح المشاهد لو سمح سيد سالم. مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، سمعينا الأعزاء. طبعا اليوم هو اليوم الخامس على فقدان الطفل عبد الفتاح عبد الرب غيظان، ونسأل الله في هذه الساعة طيبة إن شاء الله أنه يرد إلى أهل سالم غانم. لازال البحث إلى هذه اللحظة مستمر طبعا، ولازلنا متوجهين في أماكن البحث. وطبعا زي ما نحن نعرف أن عبد الفتاح اختفى في
بأحداث غامضة يعني، وكان ارتفاع سريع جدا. وفي الحقيقة يعني اليوم بالذات كانت عملية البحث مكثفة جدا يعني، من الصباح الباكر كان البحث مشدد ومكثف بكل يعني، عن طريق الأجهزة الأمنية، عن طريق الضفادع البشرية، عن طريق الكلاب البوليسية وصباح الباكر يعني. إلى هذه اللحظة لم يتم وجود أي دليل أو أي آثار للطفل عبد الفتاح عبد الله الغيضان للأسف الشديد، لكن لم نفقد الأمل، الأمل بالله عز وجل، لم نفقد الأمل، لازلنا نحن يعني مكثفين جهودنا كهلال أحمر ليبي، ككشافة، كأجهزة أمنية بأنواعها، كمجهودات من المواطنين بمدينة دارنا، مناطق المجاورة لمدينة دارنا. الحق يعني يقال يعني كل شخص في المدينة، كل بالدعاء، بالمجهودات المادية، بالمجهودات المعنوية يعني، الأعمال لا زالت جارية إلى هذه اللحظة يعني. تم تشكيل غرفة، الغرفة هذه يرأسها فرد من أفراد الهلال الأحمر اللي بيدارنا، ويعني بحيث أن نحن نقدر نسيطر على عملية البحث، ويكون عملية البحث منظمة ومنهجة يعني تحت خطة معينة إن شاء الله. من شارك معكم في هذه في خطة البحث عن عبد الفتاح حتى الآن، ومن يدير الخطة يعني، من يدير عملية البحث؟ أم أن كل جهة تعمل في منطقة معينة؟ نعم سألتك من يدير خطة البحث عن عبد الفتاح، ومن يشارك في هذه الخطة حتى الآن؟ المشاركة يعني مشاركة الهلال الأحمر الليبي، مشاركة جهاز الكشافة والمرشدات دارنا يعني، مشاركة بعض يعني المواطنين بصفة عامة، الأجهزة الأمنية بالمدينة، مديرية أمن بنغازي بفريق الكلاب البوليسية يعني. مش نقول لك يعني، لا زالت المجهودات ولا زالت يعني الأجهزة في 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 يعني في في حضور دائم يعني. نعم نتمنى بلا شك أن يتم إيجاد الطفل عبد الفتاح، وشكرا لوجودك معنا سيد سالم النعاس مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر درنا. شكرا جزيلا لك وكل التوفيق في كل هذه الجهود التي تبذلونها بشكل عام، سواء الهلال الأحمر أو بقية الجهات التي شاركت، ليس فقط يعني جهات كمنظمات أو مفوضيات، أيضا المواطنين مشاهدين شاركوا في عملية البحث عن عبد الفتاح. يعني عبد الفتاح اختفى في ظروف لم يستطع أحد تفسيرها حتى الآن. لا يعقل أن كل هذا العدد الكبير من المواطنين والمنظمات والمفوضيات تقوم بالبحث عن عبد الفتاح وحتى الآن لم يتم إيجاده. نتمنى بكل تأكيد أن يتم إيجاد طفل عبد الفتاح وأن يعود إلى أهله سالما. معنا أيضا عبر الهاتف مشاهدينا السيد زهير عزوز، مفوض خدمة وتنمية المجتمع. سيد زهير مساء الخير وشكرا لوجودك معنا اليوم في موطني. مساء الخير أخي فاضل. شكرا لك سيد زهير. يعني هل لديك أي إضافة بخصوص عملية البحث عن الطفل عبد الفتاح، وايضا لو تعطينا يعني صوره المشهد الموجود عندكم وايضا وضع العائله؟ طبعا نحن تلقينا الخبر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، على الفور تم تشكيل فريق طوارئ من قبل قاده كشاف درنا، وتوجهنا فورا الى مكان الواقعه، وتم التنسيق مع والد الطفل المفقود مع الهلال الاحمر والناس المتطوعين. وزي ما ورغم برودة الطقس وسرعة الرياح لا يزال الأمل موجود في العثور على الطفل الفتاح. ونحن طبعا شكلنا غرفة طوارئ من الهلال الأحمر والكشافة والمواطنين والهيئة العامة للإغاثة. طبعا نحن جميع المواطنين الحقيقة مساهمين معنا، الأجهزة الأمنية بصفة عامة كلها مساهمة، سواء على مستوى مدينة دارنا أو على مستوى المناطق المجاورة، وبرضو المواطنين في المناطق المجاورة برضو لهم دور كبير. الجميع متفاعل، الجميع زي ما نقول لك يعني زعلان عشان فقد فتاح، لكن إن شاء الله بإذن الله احنا أملنا في الله كبير، وبإذن الله فتاح يروح سالم غانم لأسرته بإذن الله. أمين. المنطقة اللي غطتوها حتى الآن في عملية البحث، هل نقدر نحكم بالمساحة أو بالمناطق؟ يعني بكل تأكيد عندك صورة أكثر أوضح مني شخصيا، حتى أوضح من بعض المشاهدين. المساحة اللي غطتوها إلى الآن في عملية البحث سيد زهير. المنطقة اللي تم اليوم بالذات، اليوم كان في ضغط كبير من منطقة رأس الهلال غرب مدينة دارنا بحوالي 45 كيلو إلى منطقة رأس التين التي تبعد عن دارنا حوالي 50 كيلو.
تم تشكيل 4 مجموعات، كل مجموعة داخلها 10 مجموعات مصغرة، وكل مجموعة عندها جزء معين. والحقيقة كان في تجاوب كبير من المواطنين ومن الجهات المسؤولة والجهات المختصة والجهات الأمنية والكشاف والهلال، كان في مجهود رائع وكله بمجهودات ذاتية، كل مواطن جاي مع المصباح بتاع جيب بتاعه، جاي مع شيشة المية بتاعه، ويشتغلوا بالواحد الناس كلها متفاعلة تفاعل شديد عشان خاطر الفتاح. على أمل أن هذه الجهود الجبارة صراحة تكلل بنجاح، وأن يعود زي ما ذكرت سيد زهير فتح لي لأهله ويطمن قلب أمه وأبوه عليه. شكرا لك. بإذن الله بإذن الله بإذن الله، أملنا في الله كبير، وبإذن الله فتاح حيروح سالم غانم إلى أهلك والأسرة بتاعها بإذن الله. آمين. شكرا لك سيد زهير لوجودك معنا اليوم. سيد زهير عزوز أحد المشاركين في عملية البحث عن الطفل عبد الفتاح غضان من مفوضية الكشاف وأيضا مفوض خدمة وتنمية المجتمع. يعني مشاهدينا، القضية هذه شغلت بال المواطنين بشكل عام. من يوم الجمعة اللي فاتت زي ما شفتوا في الفيديو اللي عرضناه قبل شوية، أن الطفل عبد الفتاح طلع من بيته ويعني اختفى من 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 عدسة الكاميرا، وإلى حد هذه اللحظة لم يتم إيجاد عبد الفتاح. سيد زهير ذكر أن مساحة المنطقة اللي دوروا فيها واللي تم فيها عملية البحث بلغت تقريبا 45 كيلو، إضافة حتى لمدن مجاورة ليس فقط في منطقة كرسة في مدينة درنة. دعواتنا بكل تأكيد أن عبد الفتاح يكون بصحة جيدة، وأن يتم إيجاد عبد الفتاح وأن يرجع إلى أهله. زي ما تشوفوا مشاهدينا في المشهد اللي على الشاشة، كيف مشهد خروج عبد الفتاح من منزله ويعني اختفى في ظروف لازالت غامضة ولا أحد يعلم أين عبد الفتاح. دعواتنا أن يعود عبد الفتاح إلى بيته، وأن يعود إلى أمه وأبيه بكل تأكيد، وأن يعني يصبر أهله في هذه المحنة، ونتمنى أن تكلل بي النجاح كل أعمال البحث القائمة. إلى أخبار موطني مشاهدينا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في آخر تحديث له حول الوضع الوبائي عن تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لذلك يصل إجمالي الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 372,636 إصابة. المركز حسب بيانه على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أوضح بأنه تم تسجيل 1,899 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة، وبلغ المجموع الكلي لعدد المتعافين 345,000. في ذات السياق، المركز الوطني لمكافحة الأمراض أصدر تعميما يجيز بإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون والذي اكتشف في جنوب أفريقيا. الوطني مكافحة الأمراض أجاز هذا إعطاء الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة من لقاح كورونا خلال الفترة القادمة بعد دراسة امتدت لأسابيع حسب ما ذكر السيد مدير أو رئيس المركز الوطني مكافحة الأمراض. مع تصاعد المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا أوميكرون الذي رصد حديثا، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة لحماية مواطنيها من تفشي محتمل للفيروس. فالطفرة التي اكتشفت حديثا يحتمل أن تكون أكثر قابلية للانتقال، إذ بدأت لأول مرة في جنوب أفريقيا ووصلت إلى عدة دول أخرى. وفي ذات السياق، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح فيما يخص المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون أنهم لا يملكون معلومات كافية حول سرعة انتشاره أو خطورته، لكنهم قادرون على مكافحته عبر اتخاذ عدد من الإجراءات كفرض بعض القيود على المنافذ بالدولة الليبية، ومنها التوصيات بعدم السفر إلى الدول التي رصد فيها هذا المتحور، وعدم قبول دخول الأجانب إلا بعد الحجر الصحي لعشرة أيام على نفقة المسافر في أحد الفنادق الليبية، والحجر الإلزامي بالمنزل لكل العائدين من السفر للليبيين. فيما أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تعميما للقائمين على الحملة الوطنية للتطعيم وشركائها في مكاتب الخدمات والرعاية الصحية يتعلق ببروتوكول منح التطعيمات للفئات الصحية المختلفة. وجاء في البروتوكول توصية بمنح النساء الحوامل جرعتين من لقاح فايزر بفاصل زمني لا يقل عن 3 أسابيع، وإعطاء جرعة واحدة من لقاح سينوفارم الصيني
كجرعة ثانية لمن تلقوا مطعوم سينوفاك خلال أقل من 6 أشهر، وجرعتين لمن تجاوزوا مدة 6 أشهر أو أكثر منذ تطعيمهم بالجرعة الأولى. المركز أجاز لأول مرة إعطاء جرعة ثالثة تعزيزية من لقاح سينوفارم أو فايزر بعد مرور 6 أشهر لجميع العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة للفئات العمرية التي تجاوزت 50 عاما والحالات الصحية المصابة بأمراض مزمنة ونقص في المناعة بصرف النظر عن العمر. ظهور سلالة أوميكرون المتحورة تؤكد أن الوضع هش ومحفوف بالمخاطر، ويوضح أوميكرون الأسباب التي تجعل العالم بحاجة إلى اتفاق جديد حول الأوبئة. فهل ستعمل هذه التدابير والبروتوكولات على الحماية من هذا المتحور، أو تجعل البلاد تخرج من هذه المحنة بأقل الخسائر؟ بعيدا عن أخبار الوباء، مشاهدين وآخر تطورات الوباء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهربائية بمسافة بلغت 2750 متر بدائرتي توزيع المرقب وشرق زليتن، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل. الشركة في بيانها قالت إن مجموعة خارجة عن القانون سرقت أسلاك الضغط المنخفض مسافة 2000 متر على خط بين أو بنضو، خط بنضو فرعية التصنيع بمنطقة كعام بإدارة توزيع المرقب. وأيضا حسب الشركة سرقت مجموعة أخرى من الأسلاك، أسلاك الضغط العالي بلغت مسافتها 750 متر على خط الجنوبية من 30 الدافنية بدائرة شرق زليتن. عميد بلدية سلوق بشير الفاخري بحث مع ممثلي الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة ومسؤولي جهاز تنمية وتطوير المدن المالك لمشروع إنشاء 5000 وحدة سكنية في البلدية، بحث مع الشركة الصينية سبل عودة الشركة للعمل في ليبيا. هذا الاجتماع تطرق إلى سبل استكمال الأعمال المتعاقد عليها منذ سنوات، إضافة أن من بين هذه الأعمال كان مشروع الوحدات السكنية في سلوق، وأيضا عدد من المشاريع الأخرى التي سيبدأ العمل فيها في القريب العاجل. أما في بلدية بنغازي فقد أعلنت البلدية مباشرة العمل على تنفيذ مشروع الدوران الآمن على الطريق الدائري الرابع. حسب ما ذكرت البلدية جاء هذا لتخفيف الازدحام، إضافة لتحقيق انسيابية في حركة المركبات، وهذا تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية وضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار في المدينة. المكتب الإعلامي للبلدية أفاد بأنه سيتم إغلاق التقاطعات مع الطريق الدائري الرابع خلال اليوم الثلاثاء لكل من شوارع الكويت والعراق وسوريا، وأيضا هذه كمرحلة أولى فقط. وعلى المواطنين أيضا، أو دعا المكتب الإعلامي المواطنين التعاون مع الشركة المنفذة لإتمام هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن وأن تكون على أكمل وجه. ولكن أيضا مشاهدينا كان هناك يعني استنكار من عدد من المواطنين على القيام من هذا المشروع. حاولنا بقدر الإمكان التواصل مع المكتب الإعلامي ومع البلدية وأيضا مكتب المشروعات للحديث حول هذه الخطة وهذا المشروع، ولكن للأسف الشديد لم نتمكن من الوصول إليه. الهيئة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي وقعت اتفاقية مع شركة هيونداي لتوريد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة. عضو مقرر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشير الفيتوري أكد أن الحكومة ستتكفل بدفع 50% من قيمة هذه السيارات. وأيضا الجدير بالذكر أن هذا التعاقد يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي وافق 3 ديسمبر الماضي. إلى جبل نافوسة بالتحديد مدينة نالوت، إذ قال مدير مكتب الزراعة والثروة الحيوانية محمد كونيس إن مرض اللسان أو وباء اللسان الأزرق الذي يصيب الأغنام انتشر بشكل كبير مؤخرا في مناطق عديدة من جبل نافوسة وتحديدا في نالوت، وأن أصحاب المواشي والأغنام باتوا يشتكون من انتشار هذه العدوى مع عدم توفر الأدوية. لذلك قام كونيس رفقة طبيب بيطري بجولة في الحظائر لإجراء الكشوفات الصحية على المواشي، أيضا أعطى أصحابهن التعليمات التي بالإمكان اتخاذها من قبل مربي الأغنام للوقاية من هذا المرض وانتشاره. أيضا تكلموا على بصفة عامة، تكلموا على مرض اللسان الأزرق، هو مرض فيروسي يصيب المجترات كالأغنام والمعز والليبل والأبقار، ولكن أكثر تركيز وأكثر الحيوانات التي تصيب الأغنام الضام، يعني بالنسبة الضام. وأول شيء من نتكلم على حتى الكشف الظاهري تلقى هي صعوبة في التنفس، تورم في الفم، قلة الحركة. هذه أعراض، يعني الأعراض هي الأعراض بالنسبة للأعراض
تصيب اللسان الأزرق. بأخبار موطني مشاهدينا كنا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج موطني، الشكر لفريق العمل على برنامج موطني والشكر لكم على المتابعة، ونتمنى من فرق البحث على طفل عبد الفتاح أن تتمكن لجلب عبد الفتاح في الساعات القادمة. شكرا لكم مشاهدينا ودمتم في أمان الله. تنوير. ذات الجمال يا راو الحب مختزلا مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مهتملا مهتملا يا العاشق اللي جناك الحلو قد قتلا يا ديبي يا قلب ألم يا ديبي يا قلب زملا أهدي إليك حنايا.